قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي. هذه الرواية الصحيحة. إن كنت تريد لنفسك مذهبا ينجيك يوم الحشر من لهب النار، فدع عنك الشافعي ومالك وأحمد وما روي عنك عن كعب أحباري ووالي قوما وأناسا، قولهم وحديثهم روى أبي عن جدي عن جبريل عن الباري. هؤلاء آل البيت أعلى سقف في الأمة، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهر صلى الله عليه وعلى آله صلاة دائمة إلى يوم الدين. انفعنا بها بين يديك يا رب العالمين. أنا محب لآل البيت، وحق لي أن أتعبد الله الذي أمرني بحبهم. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فنشهد الله على حبهم.